مساء الخير يا شباب، درس جديد والدرس الخامس من دروس سير ألان جاردنر المتعلق بالإيجيبشن جرامر. في الدرس ده هيكون متعلق بعدة نقط، منها أهمها طبعا الاندبندنت بروناون، وده هيكون تالت نوع ضمير بالنسبة للتلات ضماير السافكس ديبندنت والاندبندنت للنهاردة. عندنا الدرس بيتيح لي حوالي 16 علامة باي ليترال ساينز، تمام، علامة ثنائية. فده هيكون التاسك ليكم، وزي ما اتعودين هنعرف الايدوجرام والفونوجرام. اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الابريفيشنز، الاختصارات. يعني ايه اصلا ابريفيشنز؟ بلاقي ان في ثلاث علامات زي دولة، فبفتكرهم هما التلات علامات بس. هل هي عنخ؟ وهل دي علامة الدرا الفاير دريل، ودي الفولدد كلوث اللي هي الاس؟ ولكن في الواقع ان المصري كان عنده الاختصارات بمبدأ ان هو كان يحط لي علامات معينة، وكل علامة تحمل مدلول كلمة بحالها. يعني العنخ والدرا والاس مكنونها الحقيقي ينطق عنخ وجا سنب. ففي سؤال في الامتحان بيأتي ان هو بيديك مثلا abbreviation زي ده، يعني اختصار زي ده، ويطلب منك الفول فورم للابريفيشن، للهيئة الكاملة ليها. فهيكون العنخ جا اس دي هتكون ايه بقى؟ عنخ وجا سنب، عنخ وجا سنب. ودي احد صيغ الدعوات اللي الملك بيتلقاها، عنخ وجاه سنب. May he live, be prosperous and be healthy. فليحيا ويزدهر ويكون بخير. فدي أول abbreviation. طبعا احنا مطالبين بالكلام ده. عنخ وجاه سنب هو الفول فورم للاختصار ده. العلامتين دولة، العلامتين دول هما بيمثلوا لي حاجة اسمها عفوا، بيمثلوا لي حاجة أو كلمتين هما مع خرو. مع خرو معناها true of voice، صادق الصوت. وقلنا في المحاضرة قبل كده إن مع خرو لما تتبع أحد أسماء الأشخاص فده يدل إن هو متوفى. زي ما بنقول فلان الله يرحمه، بمجرد ان الله يرحمه، على يعني على الرغم ان الله يرحمه، هو لو حد قال لي يعني مش قصه يعني، بس في الموقف ده بعد الاسم مع خرو بتاتي لتدل على المتوفى صادق الصوت، زيها زي الله يرحمه. القصه وراء المع خرو وارتباطها لكونها مرتبطه بالشخص المتوفى هو ان في حاجه اسمها نيجاتيف كونفيشن، الاعتراف الانكاري. وده المصري امن بالمحكمه في العالم الاخر، الفصل 125 للبوك اوف ذا ديد، اللي هي جادجمنتال سين، اللي فيه المتوفى بيقف قدام اوزير وقلبه يكون موجود على الميزان، وبيتم عمليه ان هو بيتم مساءلته ب 42 خطيئه، واللي ده بينكرهم كلهم، حيث يقول انه لم يلوث مياه النهر، انه لم يدع عطشان الا و يعني اشربه جعان الا واطعمه، وهكذا بينكر فيها 42 خطيه. فلما بيبرأ بياخد لقب ايه بقى؟ مع خرو، true of voice، صادق الصوت، لان هو ما كدبش، ان هو ما كدبش في انكار ال 42 خطيه. يبقى عنخ وجا سنب الفول فورم بتاعها، مع خرو الفول فورم بتاعها نحفظها كويس ونعرف الترانسليتريشن والمينينج بتاعها. تاني او تالت مثال العلامتين دول، طبعا ده الاوكسن هوف ودي علامه العنخ. فالاوكسن هوف والعنخ الاثنين مع بعض بيديني حاجه اسمها وحم عنخ. وحم عنخ ريبيتنج لايف او ريبيتنج اوف لايف، اعاده الحياه، تمام؟ وحم عنخ
repeating of life, وده كلمة أو لقب شوية مرتبط بالمتوفى بال deceased person. رابع abbreviation هو علامة الثور واليد اللي بتقبض على زي يعني عصاية أو حاجة زي كده, فتنطق قا نخت والفول فورم بتاعتها هي قا نخت, the victorious bull, الثور المنتصر. وكانت أحد أهم الألقاب المتعلقة بالملوك في مصر القديمة, ودائما أو في معظم الأحيان كانت ترتبط بالاسم الحوري. واحد من أهم الألقاب المتعلقة بالملك نيسو بيتي. نيسو بيتي بمعنى King of Upper and Lower Egypt, لكن حرفيا يترجم المنتمي للسوت وهي نبات السيجي بلانت والنحلة, لأن السو هو Upper Egypt symbol and the B is the Lower Egypt symbol. نيسو بيتي King of Upper and Lower Egypt. واحد من أهم الألقاب للبرايفت أو الإليت, الناس اللي هم كبار رجال الدولة, حاطيعة. حاطيعة foremost in position, وده المتقدم في المكانة. وليه ترجمة مشهورة جدا ومعروفة قوي اللي هو معناها مير, عمدة. حاطيعة مير, لكن literally it means the foremost one in the position. اوكي, لقب كمان للإليت وده مشهور جدا 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 جدا, إيمي. طبعا ده هنا preposition transformed into an adjective by adding the y, ودي بقت النسبة adjective. إيمي را literally حرفيا بيعني اللي في اللسان, أي اللي اسمه بينطق, أو أنا أسأل اللي في الفم اللي اسمه بينطق على طول. تمام, فإيمي را أحد أهم وأشهر الألقاب للإليت أو private persons in ancient Egypt, وكان معناه overseer, مسؤول أو مشرف. مهم جدا جدا جدا. خلصنا abbreviations. في نقطة مهمة عايز أعرف حاجة اسمها graphic transpositions. تمام, إيه يعني إيه graphic transpositions؟ بيقول إن العادي بتاعي لكلمة زي أحت, أحت معناه فيلد اللي هو الغيط. كلمة مفروض آ والحا والتاء, وده مخصص determinative أحت, لكن ساعات كنت بلاقي إن الحا جت الأول. هل هقرأها حت؟ لا, يعني أنا لازم أحط في اعتباري إن المصري كان بيلعب في النقطة دي, كان ممكن يغير البوزيشنز بتاعة العلامات, فهي تنطق واحد فيلد. تاني حاجة عندي لقب زي اللقب ده, غري حبت. غري حبت هو لقب متعلق بأحد أنواع الكهنة, والكاهن ده كان دوره إنه هو يتلو التعويز والتراتيل أثناء الجنازات والمواكب والاحتفالات. غري حبت, ولكن بلاقيه كتير جدا على حوائط وداخل البيريد شامبرز أو أيا كان الكريكولم فيتاي بتاع الشخص نفسه, بيكتب بالشكل ده, الح والغر في النص والبه. هل هنا ينطق حغرب؟ لا, حري, أنا آسف, غري حبت, هينطق نفس الفكر. ففكرة الترانسبوزيشن إن هو المكنون أو الكينونة الأساسية واحدة, ولكن بيتم اختلاف في شكلها, ولكن ده ما يهمنيش مع الوقت وان انا اكون متقن الكلمه كويس جدا. انا عندي نوع تاني من التنقيل او النقل او الحركه, حاجه اسمها transposition with honorific intent, يعني بيتم عمليه الاحلال والتبديل ولكن بنيه التبجيل. For instance, ناخد مثال كلمه نسوت بمعنى ملك, وكلمة نثر بمعنى إله أو معبود. لقب زي اللقب ده لو هقرأه من الشمال لليمين اليسار إلى اليمين هقرأ نسوت سش, ولكن ده كلام غير صحيح, ولكن تنطق سش نسوت, أي الكاتب الملكي, كاتب الملك, the scribe of the king أو the royal scribe يعني generally.
فهنا قدم لي يعني بشكل جرافيكال بشكل تصويري أو صوري بس، لكن النطق هيفضل زي ما هو. السو قبل السش ولكنها تنطق سش نسو. وقيس على كده بقى أي لقب حد بيقوم بوظيفة للملك، فبلاقي إن النسو قبل اسمه، يعني ممكن ألاقي واعب نسو مش نسو واعب، وهكذا. نفس الفكرة مع الإله، لقب زي ده مش هينطق من اليسار اليمين نثر حم، لا ينطق حم نثر. وحم نثر literally بتعني خادم الإله، ولكن أكيد generally يعني بشكل يعني عام هو البريست الكاهن. فحم نثر معناها كاهن، وده من أعلى أو هو أعلى درجات الكهنوت في مصر القديمة. طبعا يعني في بقى تدرج بتاع تبي حم نثر. نقيس على كده أسماء الآلهة، ممكن ألاقي نص رأسي من فوق لتحت وألاقي إيه مكتوب إيمين رع نسو نثرو ميري. لا هو مش هنطقها كده، ده أنا هجيب ميري اللي تحت الأول وهنطق كل اللي فوق ده، وده إحنا نكتسبه إن شاء الله مع بعض لما نشوف الأمثلة دي هتجي قدامنا. فإيمين هو معبود الإله أمون، طبعا ده كان ليه ظهور في البيرمتكس وظهر بشكل أكبر مع بداية الدولة الوسطى، واسمه بمعنى الخفي ده هيدن وان. فكلمتين دولة إيمين ومري هي هتنطق ميري إيمين، لأن أنا هفهم أنه هو رحلي أو حولي أو بدلي، خلى أمون في المقدمة لأنه هو للتبجيل transposition with honorific intent. ميري إيمين beloved of God إيمين beloved of God إيمين محبوب أمون. دلوقتي ندخل على المين فوكس في الدرس الخامس، وهو الاندبندنت برونونس. دول هما الاندبندنت برونونس اللي عندي، تعالوا نتعرف عليهم واحد واحد. أول ضمير first person وsingular وcommon إنك أنا I تمام common وsingular أنا. طب أنت نتك you نتك masculine وsingular مذكر ومفرد. طب أنت نتث أنت feminine وsingular. واخدين بالنا إن هنا الإك دي بتاعت المذكر في السافكس أنت، واخدين بالنا إن هنا الث بتاعت السافكس أنت المؤنث. طب هو native masculine singular الاف هي بتاعت هو، فعايزين برضو نربط ما بين الاندبندنت والسافكس بحيث ان احنا منتلخبطش. تمام ان الاف عند هو كان فيها third person masculine singular. نتس she نفس الاس اللي كانت عند السافكس هي feminine singular، ولكن شوف بقى الجمع هنا انن وي نحن plural common. فانك وانن هلاقيهم مختلفين عن السافكس. طيب انتم في السافكس كانت thin، شوفوا هنا بقت ايه knit thin you are طبعا للجمع plural common. هم في السافكس كانت sin، شوفوا هنا في الاندبندنت knit sin هم they. في نوعين او في ضميرين يا شباب neutral independent pronouns، هما دول ضميرين محايدين يعني ينفعوا للولد والبنت، ضميرين محايدين ومهم قوي نعرفهم، يعني هيتعربوا كومن. هما سينجولر اه بس كومن. اول ضمير ثوت معناه انت، هو كومن سينجولر ثوت انت او انت كومن سينجولر انت او انت ثوت. سوت معناه هو او هي، هو أو هي. تمام يا شباب تعالوا نعرف استخدامات الاندبندنت برونون. في الواقع الاندبندنت برونون هو ليه استخدام واحد، مبتدأ سبجكت، سبجكت مع خبر اسمي يعني لما بيجي قبل نومينال بريديكت. تمام انك ايت اك اي ام your father أنا أبوك.
فباجي مبتدا لجمله ذات خبر اسمي زي ايت هنا طبعا خبر اسمي، وباجي كمان مبتدا لما يكون جمله خبرها وصفي adjectival predicate. So the indefinite pronoun is used as a subject when it is followed by a nominal predicate or an adjectival predicate. For instance, there is a sentence to clarify, Inik Nifer, I am happy. طبعا نفر دي stands for different meanings, happy, beautiful, perfect, Inik Nifer. تمام؟ المهم بقى اللي انتوا تعرفوا ان ال independent pronoun ما ينفعش يجي مبتدأ لجملة ذات خبر شبه جملة. تمام؟ يعني لو nominal predicate تمام، لو adjectival predicate تمام، لكن ما ينفعش يجي لي مع خبر شبه جملة. هو ده كان الاستخدامات بس الخاصة بالindependent. تمام؟ خلينا نشوف الدرس الخامس بيتكلم عن ايه. طبعا ما ننساش نحفظ الكلمات الفوكاب بتاع الدرس ده، ان هي تفرق معنا طبعا في الامتحان. ناخد مثلا جملة نطبق عليها ال النيوترال independent pronoun، وهو الضمير المحايد الخاص بالindependent pronoun. الجملة رقم 5 بتقول إنك سنت إك ثوت سن إي I am your sister. You are my brother. It is a nominal sentence. Okay? Composed, or a complex sentence, composed of two nominal sentences. The first sentence is enik, senit ek, enik, طبعا independent pronoun, first person, singular, common, used as subject, senit, nominal predicate, ek suffix pronoun, second person, singular, masculine, used as genitive. The second sentence is thut sini, thut, independent pronoun, tamam, second person, common, singular, common أهم حاجة singular, لأن هو neutral. والسن هنا هيكون النومينال بريديكت برضو، والإي هتكون الجينيتيف، السافكس اللي يوزد على الجينيتيف. تمام؟ اوكي. ناخد جملة كمان. يوني سوت امبر اف ميرا امبت. دي نومينال سنتنس. ايو كوبيلا نسوت subject. امبر اف هيكون adverbial predicate. ام preposition pronoun after preposition. اف suffix pronoun طبعا هنا في الاخر used as genitive. مي هتكون likeness particle. تمام يا شباب؟ راع هيكون هنا likeness هو المشبه به، يعني دي likeness particle وده likeness. والام بت هتكون adverbial phrase in preposition or bit noun after preposition. Likeness particle وده likeness. تمام؟ ده التشبيه وده المشبه. شبه جملة، حرف جر، اسم مجرور. فده كان الدرس الخامس. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم. وطبعا مستني الأسايمنت بتاعكم، ولو في أي تعليق أو أي سؤال أكيد أنا متوفر لكم. شكرا.